استجابة دعائك. فلا تنسى أسبابا أذكرها على نحو الدرج السريع. منها أن تكون على وضوء، منها خاصة في المهمات الصعبة هذه اسبقها بصيام. إذا الصوم من عوامل الاستجابة، إذا قضية صعبة جدا أو خطيرة صم أو انذر الصوم. منها أن تصلي ركعتين بانقطاع إلى الله تبارك وتعالى وقراءة ماذا؟ صحيحة. منها الصدقة، أن تتصدق مؤثر. منها أن تصلي وتهدي ركعتين أكثر وتهدي ثواب الركعتين إلى والديك، إلى أبيك. هذا سبحان الله من المجربات. ومنها وبالقمة أن لا تسأل الله شيئا إلا أن تسأل قبله متصلا به، فتقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعافني. يعني ادمج هذا، يعني اجعلهما في دعاء واحد. ورد في الحديث فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين إحداهما الصلاة على محمد وآل محمد والأخرى غيرها، فيستجيب للصلوات ولا يستجيب للأخرى. الله أكرم من ذلك، فأنت توسل بالصلاة بهم صلوات الله عليهم أن يستجيب الله دعاءك. الله أكبر. ما أعظمكم آل محمد وما أجل قدركم، قرن ذكركم بذكره. تقدر تضيف على آل محمد.